كلنا نتمنى الحج وكلنا يجبنا على يوم 3/7/2022 وبعد الحج 1443 يوم الأحد وبرد الصلاة وخاتم الأموات السلام عليكم دارهم وإليكم السامحون الله ونكبر الله لنا ولكم الفاتحة. آمين يا رب. هاي بتتوسع المقبرة بسير كبير سبحان الله. قول يا ربي هذه احلى سبحه منه ياخذها طلع انت القطب القوس. شلونك؟ امين امين. قولوا امين. وذلك على الوالد يا رب. كل سنه يا اخواني كل سنه يا حج باذن الله في عرفه. يا رب لا تجعل هذا اخر العهد بك. فيحج 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 حتى وصل 80 حجه. في اخر حجه ما دعا الله بهذا. قال ما دعا من الله. يحييكم من الله. فما من سبب ذلك اكثر الله لو كان. اسال الله اكبر. امين امين. عباد الله الحجة يا رب لا يستطيعه كل واحد لأن الله قال لمن استطاع أن يكفيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تكفيك في الحج فإذا نويت وصدقت فحج فيه من أنت بركتها. والأمر الثاني يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى غداة في جماعة فجر في جماعة فإنه من صلى فجر في جماعة فإنه ان شاء الله المسيح. آمين. والله وبركاته.